السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شفتي في فضل اللحظات يعني واحد السيارة من نوع كانت مجنونة دخلت في هذه القهوة مشهورة في شارع أنفا. يعني يا ربي السلامة، شوف الحادث تصير كيفاش داير. يعني حسب الشهود قال لك غادي بواحد السرعه خطيره ودخلوا في المقهى، غير حفظ الله المقهى ما فيهاش في الوقيته الزبائن، ما كون وقعت الكارثه. باقا السينيور خدام، هما أربعة أشخاص غاديين بواحد السرعة خيالية اقتحموا المقهى. وجا الأمن في المكان وتم نقل أربعة أشخاص إلى مستعجلات في حالة خطيرة. يعني دخلوا المقهى لداخل غير ديباراج اللي خرج هذا، ما دخلوا لداخل. الحمد لله الناس في هذه الوقيته المقهى ما كتكونش خدامه، ما كانوا الزبائن هنا في وقعات الكارثه. شوفوا مقهى السيارة في الخيط كتينا كتي واقف. حفظك الله. عشا كانوا في أربعة؟ كانوا ستة في طوموبيل. لا كان جوج طوموبيلات. جوج طوموبيلات تساطحوا. ايوا الحمد لله بعد من ما كنتيش جالس هنا. هذه السير لو ربما كان شاطكم شي فيها ارواح راه من حقي انني نجي نصور هذا الشيء هذا، انا ما غاديش نعيش شي. شوف واحد الانتباه سير له وعاود له هذا الشيء اللي غتعاود له. الله يسر لك، الله يصوب لك المسير اللي خلينا ندوز. الله وزنا الحرب انا وياه بالليل. كتلاحظوا مشاهدينا الكرام يعني يا ربي السلام، دوك الناس كيجلسوا هنا كيفطروا مع الصباح، كل اللي كيجي يتغدى هو وليداتو. جاب الله كانوا جا صحاوي لا بقا ترى الصداد. علاش كتسدوش تقريبا هنا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في شارع أنفا، حادث سير خطيرة، واحد بعض الأشخاص كانوا في السيارة دخلوا في مقهى. على الشيء خصهم أقصى العقوبات، علاش؟ حيت كيسبوا في حوادث تصير خطيرة، وكانوا دابا الناس هنا كيتعشاو ولا جالسين في قهوة في النهار. فغنوليو لا حول ولا قوة الا بالله.
صافي سير الله.